أطفالي في كل مكان. هيا بنا، حان وقت الدرس. بعد كنكت 1 و يونت 6 ليتس بلاي ميوزك. يلا بينا نلعب موسيقى. عندنا مع بعض ميوزيكال انسترومنتس اللي هي الالات الموسيقيه. زي ايه بقى؟ زي مثلا درام معنا طبله، وكمان عندي بيانو ده البيانو اللي انت بتحب تلعب بيه ده بيانو، وكمان عندي المزمار اسمه فلوت وعندي المثلث الموسيقي اسمه تريانجل نفس اسم الشيب اللي انت عارفه تريانجل. طيب عندي كمان الجيتار اسمه جيتار مش مختلف كتير. عندنا كمان في بارت 2 بيقول لك ايه؟ بيقول لك I can play، انا استطيع ان اعمل ايه بقى؟ انا بعرف اعزف play، ممكن اعزف. هنا play جايه بمعنى ان هو عايز يعزف. I can play مثلا piano، انا بعرف اعزف على البيانو. فهنا I can بتعبر عن الابيليتي بتاعتك، القدره بتاعتك، تمام؟ فبعد I can play بنحط الاله الموسيقيه اللي انت بتعرف تلعبها، ماشي؟ يعني لو انت بتعرف مثلا تلعب بيانو هتقول I can play piano، I can play، حط الاله الموسيقيه بعد كده piano. I can play drum، انا بعرف اطبل حلو قوي. I can play drum، I can play flute، I can play flute، بحب العب على مزمار، بعرف العب عليه. طيب يبقى انا هنا عشان اعبر عن الابيليتي بتاعتي، قدرتي على حاجه، بقول I can play واحط الاله الموسيقيه بعد كده عشان كده اعمل الجمله كامله. بعد كده ندخل على lesson 2 واللي هو عباره عن phonics. عايز يقول لك the sound of letter D is d d d d d d for like dog، زي مثلا dog. طيب وكمان عندي drum اللي هي الطبلة، وكمان ممكن زي اسم صاحبتي دينا. طيب عندي بعد كده the sound of letter G بيعمل sound اسمه g for green أخضر، وكمان عندي guitar استخدمه guitar، وكمان عندي جميلة صاحبتي اسمها جميلة. اروح بقى على lesson 3 وده بيتكلم على senses الحواس. عبارة عن ايه؟ انا بعرف المس الحاجة، الحمد لله انا عندي حاسة اللمس. لمس يعني touch. وكمان انا بعرف اتذوق، بعرف طعم الحاجة مر ولا حامض، ده اسمه تذوق taste. والحمد لله ربنا مديني القدرة ان انا اعرف اشم. الله ريحة الاكل تحفة، ايه ده مامي في ريحة دخان، ايه ده مامي في ريحة كيك في الشقة. بعرف اشم الحمد لله. يعني ايه؟ يعني smell. وكمان انا بعرف اسمع الحمد لله. يعني ايه؟ hear. انا بعرف اسمع وبابايا بيخبط، انا بسمع واختي بتخبط، انا بسمع مامي وهي بتندح علي، الحمد لله انا بسمع. كمان انا بعرف اشوف الحمد لله. فبيشوف يعني ايه؟ يشوف يعني see، استطيع ان انا ارى see. I can see. Expressing ability عشان اعبر على قدرتي على الحاجة بقول برضو I can، انا استطيع. المرة دي بقى جايلك بيه انا استطيع ان انا اعمل ايه بقى؟ انا استطيع ان انا اشم I can smell، I can taste، I can see، I can touch، بعرف المس الحاجة، I can hear، انا بعرف اسمع. اتمنى لو انت استفدت وطفلك كان مبسوط. اوعى تنسى تحطلي follow like and share وcomment بتاعك، بيهمني جدا جدا وبيفرق معايا. وياريت تروح على اليوتيوب وتعمل subscribe لان ده بيدعمني جدا جدا، ولو سبتلي comment هناك اكيد هكون مبسوطة خالص. اشوفك المرة الجاية في حلقة جديدة ودرس جديد. باي باي.